فرحنا جماهيرنا. البطولة هذه جماهيرنا حسيناهم حسهم بها. البطولة هذه بالذات كنا في الموعد، عقدنا العزم وحطينا كل الظروف للفريق باش يتوج باللقب. الحمد لله ترجي بطل تونس. واخيرا البطولة انتهيت، ترجي بطل صار دور نجم ركز على مسمزم. توا عندنا حزب بكره في الكونغو، كملوها الحزب هذيك وبعد يعمل الله خير.